مباشرة بعد بداية الانطلاق مع هذا المسار ومع هذا التنافس، يتقدم شاهين ويقود المشاركين. شاهين على رأس حربة هذا الشوط، أو صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر صوغان سالم بن حمد بن هيان العامري، يقود مساري هذا الشوط وتحدياته. بينما المركز الثاني يأتي في ثاني المراكز مشاهدينا متابعين الكرام، ويتقدم هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر حمد بن عبد الله بالطير العامري اللي يأتي في المركز الثاني ويتقدم بجدارة، كذلك حامل تحديات هذا الشوط اللي هو شاهين، المركز الثالث، المراكز بنلقى في المركز الثالث. تقدم كذلك من مياس من هجن الرياسة، يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الرابع، أشوف رابع المراكز اللي يتدخل فيه وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير يتولى عملية تضمير وبران. بينما المركز الخامس يتقدم من هذا الجانب الدوني، كذلك يتواجد في شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيب اللاحج الهاجري يتولى عملية تضميره. بينما المركز السادس، المراكز، هذا هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن عبيد الحميري. والمركز السابع، واصل مزاحم، واصل في المركز السابع من هجن العاصفة، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثامن تقدم فيه ووصل فيه شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يضمره. والمركز العاشر، هذا الأسد من هجن العاصفة، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة، للعشرة المراكز الأولى في تقدم هذا الشوط، وهو الشوط التاسع في أشواط التميز، في أشواط المساء الجميل والشيق والرائع مع رقص الكبار. وهذه شاشة دبي ريسنج الحاضرة والمقدمة، هذه هذا الإبداع الجميل بمتابعة التصوير وإخراج هذا السباق مع أبو عدنان كذلك في هذا الانطلاق. عودة مرة ثانية، للمراكز الأولى بعد النداء الأول للعشرة المراكز، لنشاهد التنافس لا زال باين وتبادل المراكز في تقدم هذا الشوط ما بين شاهين وما بين مشاهدي العزاء اللي هو مياس. شاهين يتقدم إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يتولى عملية التضمير وإدارة شاهين. بينما المركز الثاني، مياس يأتي في المركز الثاني من هجن الرياسة، يتقدم على ثاني المراكز، يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الثالث تقدم في مشاهدينا العزاء، ويأتينا شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر اللي هو مطر بن لاحج الهاجري على المركز الثالث. بينما المركز الرابع يتقدم في مزاح لسموش من هجن العاصفة، والمزاحم من هجن العاصفة يتقدم على المركز الرابع، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الخامس من الجانب الآخر يتقدم كذلك ويتواجد في اللي هو بران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر علي بن راشد بن غدير. والمركز السادس، وصل في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بالطير العامري. بينما المركز السابع في هذه اللحظة، وصل في سابع المراكز هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. والمركز الثامن، هذا يتقدم شاهين لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يتولى عملية التضمير. ناخذ تاسع المراكز، هنا المركز التاسع تقدم فيه الأسد من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وكذلك هيمان على المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى
المتقدمة في هذا المسار للمرة الثانية. دعناها إلى مسامعكم وإلى حضراتكم في هذه الأثار والحماس الباين في ميدان المرموم والاستعداد الجميل والشيق من الأخوة المضمرين، مضمري هجن أصحاب السمو الشيوخ والمدربين الذين يبذلون جهود جبارة في هذا الموسم، في الثلث الآخر من الموسم تقريبا اللي قربنا فيه إلى 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 أيام الختاميات وأيام السيوف وأيام الإنجازات المطلوبة من المضمرين. يا سلام يا سلام، أعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى لنتقدم بعد مغادرتنا لمنتصف المسافة، لمنتصف المسافة. لا زال شاهين قيادة حكيمة وقيادة رائعة مع شاهين من البداية يتصدر ويتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقه ليقود هذا المسار وهذا التقدم ويحمل شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. واحد شبابنا المضمرين سالم بن حمد بن نهيان العامري يقود مضمرا ويقدم شاهين، بينما المركز الثاني مياس من هدن الرياسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي كذلك يدير تضميره ويتابع الشعار الأحمر شعار هدن الرياسة الحاضر. هذه كذلك المؤسسة العملاقة والجميلة تقدم في عالم الأصائل الكثير، ولكن أشوف بنلاحظ أن مركز على الثنين، مركز ومحاسب حساباته الجميلة والرائعة ويتقدم في هذه اللحظات شاهين على المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري كذلك في عملية تضمير شاهين اللي في المركز الثالث. أما المركز الرابع بدأ التحرك في هذه اللحظات من رابع المراكز هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يضمره، بينما المركز الخامس تواجد وتقدم هنا مزاحم من هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. وصل شاهين على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن عبد الله بالطير العامري، والمركز الثامن اللي في شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن سيف النيال يضمر اللي هو الصادق فضل الأمين. والمركز التاسع تحرك ووصول في هذه اللحظات من مياس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي يضمر مياس، بينما المركز العاشر هذا الأسد من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر المراكز للمرة الثالثة وتقريبا النداء الأخير بالنسبة للعشر المراكز، بنكون تقريبا مع الخمس المراكز ومع تبادل المراكز ومع الأثار والحماس في مساري هذا الشوط، لأن انحنى الميدان واتجهنا إلى اليسار وبعد ذلك اتجاه مباشر إلى خط النهاية معاديل لوحة الاثنين كيلو متر. وبنشوف يا هل ترى هناك حصل تغيير؟ نعم، هذا التغيير على المركز الأول، غير شاهين وقاد مسار هذا الشوط، غير قتلكم. أشوف بنلاحق أن مركز مركز ما شاء الله مركز على مسار هذا الشوط، وأن ينتزع هذا الشوط لصالحه، لصالحه مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. يقدم شاهين، شاهين على مقدمة الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم يقود مساري هذا الشوط، بينما يلي شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما المركز الثالث بشعاري هجن الرياسة ياتينا مياس على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل مياس وتحرك مياس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم يتقدم رويدا من مركز إلى مركز وعينه على المراكز الأولى في هذا الانطلاق. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة، والمركز الخامس يتواجد فيه الأسد من هجن العاصفة.
هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام يا سلام، ولوحة الكيلو المتر الأخير، وشاهين يبدع ما شاء الله، يبدع على المقدمة، ينطلق بالمركز الأول، يزيد من سرعته في الأمتار الأخيرة في الكيلو المتر الأخير لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن سيف بن لاحج الهاجري. ولكن دير بالك يا بن لاحج، دير بالك وحرك وركز وسير، خلاص ما في تركيز هني، خلاص الأوامر والمتابعة، ودير بالك واصلنك في هذه اللحظات. مياس ومياس، مياس بشعار هجن الرياسة، ومياس مشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم يتقدم على المركز الثاني والثالث، ولكن شاهين لازال، شاهين لازال مسيطر ومنفرد، بل منفرد عن المشاركين، ولكن يقود هذا الشوط بحكمة ومتابع وتدقيق بشعار سيدي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمره مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. خلاص خلاص، الظاهر أنه صامد، صامد شاهين على المركز الأول، مصر على هذا الشوط من البداية هناك عند لوحة الكيلو مترين أو قبل من ذلك. قلت لكم أشوف أن بن لاحج ما شاء الله مركز، وشاهين تحت راسه، تحت راسه هذا الناموس وهذا الفوز، يستاهل، استاهل. تهانينا لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول، وتهانينا لمطر بن سيف بن لاحج الهاجري اللي ضمر شاهين ووصل إلى هذه المواصيل الممتازة. بينما المركز الثاني مياس لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، المركز الثالث مياس من هجن الرياسة، المركز الرابع مشاهدي الأعزاء المركز الرابع من هجن العاصفة، والمركز الخامس لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا لاسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لمطر بن لاحج. هذا شاهين توقيته 13 دقيقة 11 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. بينما بنشوف المركز الثاني ما بين مياس ومياس في لحظات الإعادة مع أبو عدنان، وفي الإعادة فادنا عم مياس لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، هو من حظى بالمركز الثاني. قدم توقيت زمني 13 دقيقة و12 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والتهنية موصولة للشاعر حمد بن علي العويسي. بينما المركز الثالث مياس وصل في المركز الثالث من هجن الرياسة 13 دقيقة 12 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا وتهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. شوط الختام وعن